أبرز الأخبار من قناة تن من القاهرة، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال مصر بليلة القدر الذي نظمته وزارة الأوقاف، وخلال الاحتفال كرم الرئيس 10 من حافظة القرآن الكريم من مصر ودول العالم. وفي كلمته أشاد الرئيس السيسي بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في التصدي لأفكار الإرهاب والتطرف، وأكد السيسي أن مصر شهدت تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن المصريين وقفوا بحزم أمام محاولات بث الفرقة وإشعال الفتنة وضحوا بأرواحهم لحماية وطنهم، كما مضوا في مسيرة الإصلاح رغم كل التحديات. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل بكل التحية والاحترام على الجهد الكبير المبذول خلال المرحلة الماضية. وفي كلمته خلال الاحتفال بليلة القدر أعلن السيسي أنه سيتم إقامة احتفالية لتكريم حكومة المهندس شريف إسماعيل للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها حكومته، موضحا أن التغيير الحكومي يأتي لإعطاء الفرصة لبعضنا البعض للتغيير، لافتا إلى أن فهم المواطنين للجهود المبذولة من أفراد الحكومة أمر مهم للغاية. من جانبه أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الجرأة على معتقدات الآخرين أقوى أسباب الإرهاب. وفي كلمته خلال الاحتفال شدد شيخ الأزهر على أنه لا توجد أي آية واحدة في القرآن تدعو لقتل اليهود والنصارى، مضيفا أن عداء السامية أكذوبة لم تعد تصدقها الشعوب. وأضاف فضيلة الإمام الأكبر أن الإسلام ساد العالم بالقرآن الكريم وقيمه وأخلاقه، وأن القرآن هو الكتاب الإلهي الذي شكل حصن الأمة ودرعها الذي حماها عبر القرون. يعقد اليوم وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي مستورا الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة. ومن المقرر أن يبحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة لحل الأزمة ولوضع نهاية لمعاناة الشعب السوري. كشفت الأمم المتحدة أن أعداد النازحين السوريين هذا العام وصلت إلى أكثر من 920 ألفا، وبذلك يسجل عام 2018 رقما قياسيا في أعداد النازحين السوريين. وفي سياق متصل كشف مسؤول في الأمم المتحدة عن وصول قافلة مساعدات إلى دوما في الغوطة الشرقية بسوريا مساء أمس، وذلك لأول مرة منذ 3 شهور. أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أن الحريق الكبير الذي التهم أكبر مخازن صناديق اقتراع الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو في بغداد كان عملا متعمدا، موضحا خلال مؤتمر صحفي أنه يتابع عن كثب التحقيقات الخاصة بالحادث. وفي رسالة وجهها للعراقيين حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من خطورة الوضع في العراق وبداية حرب أهلية، داعيا إلى الكف عما سماه التنحر من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ، كما أوضح أنه آن الأوان للوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده مستمرة في فرض العقوبات على كوريا الشمالية حتى تتخلص من برنامجها النووي. وخلال مؤتمر صحفي عقده في سنغافورة أضاف بومبيو أن المحادثات مع كوريا الشمالية تتقدم بسرعة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب مستعد بالكامل للمحادثات ومتفائل أن النتيجة ستكون ناجحة. وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية على بيونغيانغ مقابل نزع أسلحتها النووية بشكل كامل، وهو ما سيقود لمستقبل أفضل وأكثر ازدهارا للشعب الكوري الشمالي. أعلن المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نجيب دانيش أن انتحاريا قتل 13 شخصا وأصاب أكثر من 25 في ساعة الذروة أمام مدخل وزارة غرب العاصمة الأفغانية كابول. وأوضح دانيش أن نساء وأطفالا وموظفين بالوزارة من بين الضحايا في التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي. يؤدي المنتخب الوطني ميرانه الثاني بمدينة جروزني عاصمة الشيشان مقر الفراعنة في كأس العالم في 14 اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد أرينا ضمن استعداداته لمواجهة منتخب أورجواي. ويشهد ميران اليوم عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي إلى التدريبات البدنية، حيث منحه هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر راحة أمس واكتفى بالسير في الملعب.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.